بسم الله الرحمن الرحيم. طريق الخير أوله بر ونهايته فرحة، ومهما كانت الصعوبات والألم هنقدر بإذن الله نكون مصدر أمل وخير لنماذج كتير تستاهل مننا ابتسامة ودعم وتقدير. أبطال قصتنا النهاردة أسرة كاملة، أسرة كاملة بتعاني، أم وابن وزوجة وأولاد. الأم الحاجة سيدة 95 سنة، والابن محمد عبد الحميد أبو عطية 68 سنة، والزوجة الحاجة سعدية 58 سنة، وأولاد أبو عطية الأربعة من محافظة الفيوم. قصة كلها معاناة بس فيها وفاء وإخلاص كبير. أبو عطية رغم مرضه بيشتغل إرزقي، يعني يوم فيه وعشرة مفيش، وملوش صنعة معينة، بيشتغل أي حاجة عشان يقدر يكفي بيته. أمه الحاجة سيدة عندها مية بيضة على عينيها ورجلها ما بتقدرش تمشي عليها، والزوجة هي كمان مريضة عندها روماتيزم وفيه صعوبة في حركتها، والمشي بالنسبة لها شيء صعب جدا. الراجل الطيب أبو عطية بيطلع يشتغل الصبح وبيرجع آخر النهار يخدم أمه ومراته، راجل كله جدعنة ورجولة وأصل. الأسرة بالكامل عايشين في بيت عبارة عن حيطان بس، مفيش لا بوتاجاز ولا تلاجة ولا مية ولا فرش. كل حتة ناس طيبين رغم أوجاعهم، عندهم أمل وصبر وقلوبهم فيها طيبة، طيبة كبيرة قوي. عريان علي سيدة أحمد خالد عايزة تقعد في تقعد في البيت على قد ربنا ما يزلها القعدة ولا حتة حلوة. كنت هقعد في الدار ولا اقعد هنا في العتمة؟ في العتمة بتعضن الفراخ والبران. الحاجة سيدة نفسها البيت اللي هي عايشة فيه مع ابنها وأسرتها يكون فيه شوية عفش وأجهزة. الست ما شاء الله جواها طاقة حب كبيرة جدا، والمفاجأة بقى واحنا بنصور التقرير والشباب بيتكلموا مع الحاجة سيدة قالت لهم أنا نفسي أعمل عملية في عيني ورجلي وأخف، مش عشان نفسها، لأ عشان أساعد ابني. تخيلوا واحدة عندها 95 سنة عاوزة تشتغل اللي عنده 68 سنة، وبتقول إنه الحمل زايد عليه وانه بالنسبة لها مهما كبر فهو طفل صغير. منتهى الحب والحنان والطيبة اللي في الدنيا في قلب الحاجة سيدة. أسرة كل ما تملك مشاعر وحب وإخلاص. الحقيقة أنا بالنيابة عن كل اللي بيشوفنا دلوقتي بوجه لهم كل الحب وكل التحية لأفراد الأسرة دي على مشاعرهم الحلوة اللي بينهم، وبالأخص عم أبو عطية. شكرا يا راجل يا طيب انك شايل امك ومراتك وعيالك وانت لا تملك اي شيء. حقيقي انتوا اسره تستاهل كل خير. كان ممكن يقولوا احنا مش لاقيين ويمشوا يمدوا ايديهم، بس هم ابدا ما عملوش كده، قاعدين في حالهم والراجل بيشقى وبيتعب وبيحاول يجيب اللي يقدر عليه من شغله عشان يحفظ اسرته. عارفين بقى دعوه
من الناس الطيبين دول قادرة تريح البال وتخلي الواحد ينام وهو مطمن. مش لاقي حاجة اطبخ عليا الا الاسطوفة دي والاسطوفة مع الزباني، وعشان ان انا بغسل على ايدي وانا عيانة، وعشان ناكل حاجة حلوة كده زي العالم اللي بيتلج مش لاقيين تلاجة ولا لاقيين حاجة خالص، وعيشتنا تعبانة على الآخر. عندي ديدي وعندي واحدة جوه وانها صغيرة وخلاص، وحتى البراد شوف البراد بتاعي عامل كيف اسود، مش عارفة مش قادرة ادعك على ايدي. باظت وعايزة جهاز وعايزة شرطان، حتى الشرطان اللي انا جبتها طلعت شرطان وحشة. انا رسال كنت متدينهم وعمالين يطلبوا فيا اعمل ايه؟ البيت ده عايز حنفية اهو، والبيت ده عايز بناية، ان ما كنتش اشتغل ما لقاش قرش اصرف عليا وعلى والدتي وعلى مراتي. شايلهم شيء يعني، وانا اللي عملت لها الشاي، انت شفته خشيت عليا وبعمل لها الشاي وبعمل لها كل حاجة، مش لاقي حد يعولها. عايزة كل حاجة حلوة، بتعزوا نفسكم عني فانا راحي من روح. الولي رجلها وقعها مش قادرة تعمل حاجة، رجلها وقعها اعمل ايه؟ ايه عايز العدل اعاني ورجلي احسن من كل حاجة، اعالج عيني تفش تشوف زي الاول وامشي زي الاول، اشوف الدنيا تاني. ادي يمكن ربنا سبحان الله وتعالى ليا نصيب في الدنيا، ما فيش الا ربنا، ولم وحدي ما معيش الا ربنا هنا. عندنا مهمة إن شاء الله، مش مهمة صعبة أبدا، إحنا عندنا مهمة إنسانية. أسرة أبو عطية زي ما شفتوا كلهم وفاء لبعض، عاوزين إحنا كمان يكون عندنا وفاء ليهم. هم محتاجين مع الحب اللي في قلوبهم ده إنه البيت بتاعهم يعني يتستر من خلال إعادة ترميمه وفرشه وتركيب وصلة مية يشربوا منها، وأي مصدر دخل يكون سبب في عيشة كريمة ومستقرة. لو الست الكبيرة العسل دي ما فرحتش، امال هنفرح مين؟ لو الراجل الطيب ده اللي بيشيل مراته ده أبو عطية ده، هو ومراته الطيبة دي ما فرحوش، امال هنفرح مين؟ أعتقد صعب جدا بعد ما عرضنا النموذج ده إنه النموذج ده يعدي علينا كده. إحنا الحقيقة بنركز جدا على كل النماذج اللي بتكون معانا وقدام حضراتكم، يعني احنا بنوصل لكم هي فعلا نماذج بتستاهل مننا كل المساهمة في رفع مستوى حالهم. مفيش نموذج محتاج كده وخلاص ولا بيمد ايده، لا، كلهم حابين يكملوا حياتهم بكرامة، كلهم عاوزين وبيطالبوا ان هم يفضلوا يعني عايزين يقدموا تعب وجهد في لقمة العيش اللي بياكلوها. يا حاجة سيدة يا حلوة، انت يا اطيب خلق الله، ان شاء الله كل طلباتك اوامر، انت تستاهلي كل خير، وكلنا ولادك مش بس ابو عطية، وان شاء الله هيكون في البيت عفش ووصلة مية. مش صعبة خالص، زي ما فرحنا قبل كده ناس كتير، احنا هنفرح بإذن الله الأسرة الجميلة دي. مشوار الخير طويل، وإن شاء الله هنكمله مع بعض بحضراتكم وبرعاية جمعية البر والتقوى المصرية وبمشاركة أصحاب القلوب الرحيمة. إحنا هنقدر نجبر بخاطر كل النماذج اللي هتكون معانا في برنامجنا، واللي منهم أسرة أبو عطية وزوجته ووالدته الحاجة سيدة. أنا عندي ثقة أكيد في إن كل أحلام أبطال قصصنا مش بعيدة ومش كبيرة ومش صعبة. أشوفكم في بر جديد وفرحة أكيد.